ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. السكشن ده هو سكشن هيدروليسز، ده سكشن كيمياء عضويه صيدليه 2 مقرر مطروح، وده اخر سكشن او اخر شغل عملي. يعني احنا خدنا سينسز اسيتونلايد او اسيتيليشن، سينسز اوف بارا برومو اسيتونلايد او برومينيشن، سينسز اوف بارا نيترو اسيتونلايد او نيتريشن، والاخير هيدروليسز، ده آخر سيكشن. في البداية لو هنسأل سؤال كده نفتكر بيه اللي عملناه أو اللي حكينا فيه قبل كده، بيقول لك from aniline how can you prepare the following. فعندي من الأنيلين عايز أحضر para nitro aniline، أو من الأنيلين عايز أحضر para bromo aniline. يا ترى إزاي أحضر البارا نيترو أنيلين وازاي احضر البارا برومو انيلين؟ طبعا لو تفتكروا ان احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، وان الدايركت نيتريشن او برومينيشن يعمل مشاكل بسبب الرياكتيفيتي العاليه بتاعه ال NH2، فممكن تدي اكتر من ديريفاتيف، او عدم الاستابيليتي بتاعه ال NH2 في هايلي رياكتيف كونديشنز زي السلفوريك والنيتريك، او كمان انه ال NH2 في الاسيديك ميديوم تتحول ل NH3 بوزيتيف، ودي بتخلي ال NH3 positive دي هتوجه لميتا، وبالتالي انا ما حصلتش برضو على البارا نيترو اللي انا كنت عايز احضره. فلو تفتكروا انه انا علشان اعمل كده كنت بحتاج لفة معينة. فمثلا انا لو من الانيلين عايز احصل على البارا برومو انيلين، ففي البداية ببدأ بالانيلين، وبما اني الدايركت برومينيشن مش هينفع، فانا اضطر الجأ للاسيتيليشن واحول الامينو جروب اللي سترونجلي اكتيفيتنج جروب الى اسيتاميدو جروب مودريتلي اكتيفيتنج جروب. انا لسه ما عملتش البرومينيشن هنا، لكن انا حولت الامينو ال NH2 سترونجلي اكتيفيتنج الى اسيتاميدو جروب دي مودريتلي اكتيفيتنج جروب. هنا لو عملت بقى البرومينيشن على الاسيتانيلايد اقدر تخش البروم في البارا فقط، زي ما قلنا وحكينا في سكشن البرومينيشن او سينسز اوف بارا بروم اسيتانلايد. واحنا بالفعل حضرنا الاسيتانلايد وحضرنا البارا بروم اسيتانلايد في سكشن قبل كده. انا عملت كده ليه؟ علشان خاطر اقدر احضر البارا برومو من الانيلين. طيب انا المركب الاخير اللي اتكون اللي هو البارا بروم اسيتانلايد واللي انا حضرته لسه هو مش البرودكت اللي انا كنت محتاجه، انا محتاج موجود فوق محتاج البارا برومو انيلين، فانا عايز بقى ارجع الاسيتانلايد الى انيلين. وهو ده اللي هنشتغل فيه او اللي هنحكي فيه النهارده. انا عندي انيلين كنت عايز احضر بارا برومو انيلين، حضرت البارا برومو اسيتانلايد، فانا عايز مجموعه الاسيتاميدو دي ترجع ل NH2 تاني. من الاخر عايز اعمل عمليه عكس عمليه الاسيتيليشن، وكاني هقول دي اسيتيليشن او هقول هيدروليسيس. هيدروليسيس ده هيخلي يحصل هيدروليسيز لمجموعة الأمايد NHCO ويديني الأمين، والسي أو سي اتش 3 تطلع بقى بصورة أسيد، بالظبط عكس عملية الأسيتيليشن اللي احنا عملناها في أول مرة. وهو ده اللي هنشتغله المرة دي، هيدروليسيز أوف بارا برومو أو طبعا بارا نيترو أسيتانلايد إلى بارا برومو أنيلين أو بارا نيترو أنيلين. سؤال للتذكرة: Why we can't make direct nitration of aniline to get para nitro aniline؟ قلناها Why we can't make direct bromination of aniline to get para bromo aniline، وقلنا إجابة السؤال ده أكتر من مرة، وقلنا السؤال ده مهم جدا. ليه أنا مش بعمل direct nitration أو direct bromination؟ الأسباب اللي تمنع ال NH2 أو الأنيلين إنه يبقى يحصل direct bromination أو nitration عليه. السبب التاني إيه هو البديل اللي أنا بعمله اللي لسه شرحناه من شوية، موضوع الاستيليشن ثم الهيدروليس. فالأسئلة دي مهمة جدا جدا جدا. طيب general equation بتاعت شغل النهاردة الهيدروليسيز: acid catalyzed hydrolysis of para substituted acetanilide to para substituted aniline. عندي الأسيتانلايد في مكان بارا مجموعة R دي أنا قصدي بيها إيه؟ قصدي اقول انه الار دي يا اما بتساوي ان او 2 يا اما بي ار، لان احنا حضرنا الاثنين، حضرنا البارا نيترو وحضرنا البارا برومو، فالتفاعل اللي هنحكي عليه ده ينفع يتعمل الاثنين، هيدروليسيز للبارا نيترو اسيتانلايت او هيدروليسيز للبارا برومو اسيتانلايت.
المعادلة مش محتاجة حاجة غير أسيد مية وحرارة، يحصل الهيدروليسيس خطوة رقم 2 بيز بس علشان خاطر برسبتيشن. ده كده جنرال إكويشن مهمة، طبعا كل جنرال إكويشنز بتبقى مهمة إن أنا أحفظها وأسمعها في الشيت. أما بالنسبة للميكانيزم أوف رياكشن فنلاحظ حاجة، إنه الهيدروليسيس ينفع يحصل في أسيدك ميديوم وكمان ينفع يحصل في بيزك ميديوم. فهنشوف الميكانيزم بتاع الهيدروليسيس في أسيدك ميديوم، ميكانيزم بالمعادلات ماشي إزاي، وهنشوفه كمان في البيزك ميديوم ماشي إزاي، مع العلم إن إحنا في الشغل العملي هنشتغل في أسيدك ميديوم فقط، مش هنعمل البيزك ميديوم، لكن في الميكانيزم هنشوف الاتنين. أولا الميكانيزم إن أسيدك ميديوم، ده الميكانيزم اللي هيحصل في الأسيدك ميديوم. طب هل الميكانيزم ده مهم ولا لأ؟ أعتقد الميكانيزم ده مهم علشان أفهم التفاعل ماشي إزاي. خلونا ناخده خطوة خطوة. طبعا أسيدك ميديوم فأنت حاطط أسيد أو مصدر للبروتون، وهو الأسيد هيبدأ يشتغل الكاتاليتيك إفكت بتاعته من أول خطوة إزاي. عندنا الكربونيل دي، الكربون زي ما أنتوا عارفين عليها بارشالي بوزيتيف، الأكسجين عليها بارشالي نيجاتيف. بارشالي نيجاتيف هنا وبوزيتيف هنا، يبقى يحصل بروتون ترانسفير أو أتاك من الـ O على الـ H، فتبقى تحول او اتش، تبقى الاو هنا عليها شحنه موجبه. جت منين الشحنه الموجبه؟ لانه اللون بير اوف الكترونز اللي على الاكسجين استهلكوا ان هم عملوا رابطه مع الاتش، وبالتالي الاو بقى عليها شحنه موجبه. طيب هنا بقى ال سي بيحصل عليها نيوكليوفيليك اتاك من اتش 2 او في الميه، زي ما انتم عارفين الشغل والميكانيزم اسمه هيدروليسيس. هيدروليسيس يعني تحلل مائي، يعني لازم الميه بتخش تكسر المركب لجزئين، فلازم المايه ليها دور في التفاعل. فالمايه بتدخل لون بير اوف الكترون على الاكسجين، برضو نيوكليوفيليك اتاك على الكربون، يظهر المنظر دو. هنا الدبل بوند ما بين السي والاو، في بوند منهم هتروح على الاكسجين، بقت الاو عباره عن او اتش عاديه، كانت في الاول كربونيل بقت دلوقتي كانها كحول، والكربون ارتبط تحت بجزيء المايه. طبعا الاو مرتبطه بثلاث رابط فعليها شحنه موجبه. تيجي الاتش اللي هي الزياده اللي على الاو، تاخدها الان وتبقى الان هي اللي عليها الشحنه الموجبه. وهنا مهم الاستراكشر ده كويس جدا احفظه، لانه ده استراكشر مهم جدا في الميكانيزم. الكربون دي عليها 2 هيدروكسي، يعني دي كان عليها كانت كربونيل، بقت دلوقتي دايول داي هيدروكسي. وزي ما انتم عارفين ان لما يكون داي هيدروكسي على نفس الكربون ده بيكون ليس ستيبل، فده بيسهل عملية انه خلاص يبدأ يحصل الكسر هنا. كمان ال NH2 ال N عليها 2H ومرتبطة بأربع رابط عليها شحنة موجبة، فالنيتروجين عايز تاخد الكترونات وتمشي، فالكترونات الرابطة دي ما بين C وال N تبدأ تتكسر، ويحصل بقى الهيدروليسز اللايسز التحلل او التكسر، انه البوند ما بين ال N وال C تتشال، تروح على مين؟ تروح على ال N، تمام، وتبقى NH2 ومش عليها شحنات. لكن بما ان هي في وسط اوريدي احنا حاطين اسيد اسيدك ميديوم، فهتبقى NH3 موجب. اما الجزء بقى الكربون، الكربون هتنزل البوند دي وتبقى دي سي دبل بوند او، بقت CH3 سي دبل بوند او اتش اللي هو الاسيد، تمام. لو تفتكروا انه الستارت بتاعي كان امايت، اديت له جزء ميه وكسرته اداني امين واسيد. عايز أأكد على حاجة، إن H3 positive الحتة دي جاية منين؟ جاية بس لأنه إحنا حاطين بيز زي الـ NH2 زي الأنيلين أو البارابرومو أنيلين، محطوط في medium basic، سوري في medium acidic. بما إن هو محطوط في medium acidic اللي هي الـ H positive دي، فيعمل سولت معاها يبقى NH3 موجب. علشان كده ودي هنشوفها في العملي، هروح نضيف خطوة إضافية work up إن أنا أضيف صوديوم هيدروكسيد بيز علشان يحرر لي الامين من السولت بتاعه، واقدر ارسب البارابرومو انيلين زي ما هنشوف. يبقى كده ده الميكانيزم في اسيديك كونديشنز شرحناه. هنشوف بقى الميكانيزم في البيزك كونديشنز يا ترى هيكون عامل ازاي. ميكانيزم ان بيزك ميديوم، برضه نفس الهيدروليسيز، برضه نفس الهيدروليسيز ولكنه في بيزك ميديوم. هتلاقوا برضه ده الاسيتانولايد او البارابروم اسيتانولايد، وهنا الاو اتش دي اللي جاي من البيز اللي انا حاطه ككاتاليست، فعلى طول نيوكليوفيليك اتاك ما بين الاو اتش على الكربون. زي ما اتفقنا الكربون دي
عليها بارشالي بوزيتيف ولو عليها بارشالي نيجاتيف، فيحصل نيكروفيليك اتاك من النيجاتيف على البارشالي بوزيتيف. تمام. طيب لما السي هتاخد رابطة هنا من الاو، فهتفقد على طول رابطة من الاو لفوق، وبقت السي مرتبطة بو اتش من تحت، والاو بقت عليها شحنة سالبة لانها خدت الكترونات الرابطة المزدوجة. تمام. فتكون عندي المنظر ده. يجي بيز تاني، موليكيول تاني من البيز اللي انا حاطه ككاتاليست، يسحب الاتش دي من الاو دي، وهو ده الداي انايون او الانترميديت اللي انا هحفظه كويس جدا زي ما حفظت انترميديت في الميكانيزم اللي فات. وبرضه هو شكله مميز، داي انايون، يعني في اتنين شحنة سالبة، الاتنين الشحنة سالبة موجودين على اتنين او موجودين على السي. تمام. يبدأ بقى المية تخش، احنا عارفين ان هو هيدروليسز، فالمية لازم بيكون ليها دور بتخش فيها، فالمية هنا بيحصل نيكلوفيليك اتاك او بروتون ترانسفير ما بين الان، تعمل اتاك على الاتش وتروح واخدة الاتش دي. تمام. فبقت عندي الان عليها شحنة موجبة، وهنا في اتنين سالب، اصبح المركب مستعد انه يعمل عملية اللايسز او الكسر. فنفس القصة، اللون بير دول او سوري الالكترونات بتاعة الرابطة دي تاخدها النيتروجين تبقى NH2، والشحنة السالبة تنزل تعمل دبل بوند تبقى CH3CO او سالب. وبما ان انا موجود في بيزك ميديوم، فال NH2 مش هتعمل صوت، لكن ال CH3COH اللي هو الاسيد اللي هيتكون هو اللي هيعمل صوت، مع مثلا لو افترضنا ان انا حاطط صوديوم هيدروكسيد ككاتاليست يبقى هيعمل صولت مع الصوديوم. تمام. لو تفتكروا في الميكانيزم في اسيديك ميديوم، ال CH3COH طلعت عادي، لكن البيز هي اللي عملت صولت. هنا ميكانيزم في اسيديك ميديوم، سوري في بيزك ميديوم، الامين طلع عادي لكن الاسيد عمل صولت زي ما انتم عارفين. طيب بالنسبه بقى للشغل العملي، الكيميكالز اللي انا هشتغل بيها، بارا سبستيود اسيتانولايت سواء بارا برومو او بارا نيترو، هنفترض ان احنا نشتغل بالبارا برومو اسيتانولايت، وكونك اتش سي ال الاسيد اللي احنا قلنا الهيدروليس في اسيتيك ميديوم، وفي الاخر هستعمل 20% صوديوم هيدروكسيد علشان الترسيب. بالنسبه للشغل العملي، في راوند بوتوم فلاسك هكون مسخنها، بس هحط فيها ايه في الاول؟ نحط عليها فيها البارا برومو اسيتانولايت وميه كونك اتش سي ال المتفاعل، والميه اللي هتعمل له الهيدروليسيس، والكونك اتش سي ال اللي هو الكاتاليست. بس لاحظ انه اضافه الكونك اتش سي ال بتكون بورشن وايز. ما تنساش حاجه مهمه جدا، ما تنساش القاعده السيفتي اللي احنا حافظينها، always add acid to water، لازم اضيف الاسيد على الميه، وبالتالي مين اللي هيضاف الاول؟ الميه الاول وبعديها الاسيد. تاني باكد، بضيف الميه ثم بعديها بضيف الأسيد الكونك HCl. هكمل بعد كده، ضفت المية وضفت الأسيد، كل ده ضفته على البارا سبستيوتد أو البارا برومو أسيتانولايت. هروح عامل ريفلوكس، حامل ماسك وكوندنسر، علشان خاطر أنا عايز أعمل بويلينج، والبويلينج ده يكون مستمر لفترة طويلة لمدة نص ساعة من غير ما يحصل لص للسولفنت. فزي ما انتوا عارفين التكنيك ده استخدمناه كتير، بعمل ريفلوكس من خلال ان انا استعمل الكوندنسر. وطبعا في الكوندنسر يعني هذكركم بيه لئلا تكونوا ناسيين، الكوندنسر ده هدفه او هو مكون من اسطوانتين، اسطوانة داخلية والاسطوانة الخارجية. الاسطوانة الداخلية دي متوصلة بالفلاسك ومفتوحة من فوق، اما الاسطوانة الخارجية فدي بتتوصل هنا ووتر انلت خرطوم من الحنفية، يدخل مية، المية تقعد تنتشر في الاسطوانة الخارجية فقط لحد ما تخرج من هنا، الخرطوم ده يروح منزل في الحوض. فمية بتدخل وتخرج في الاسطوانة الخارجية، هدفها التبريد. الغليان يبدأ التبخير يشتغل، البخار يطلع في الاسطوانة الداخلية هي فاضية ولكنها باردة لأن الاسطوانة الخارجية مبردها، هتبدأ البخار اللي موجود هنا يبرد فبالتالي يتكثف فينزل تاني جوه الفلاسك. وهو ده الفكرة بتاعت الريفلوكس، ان انا بستعمل الكوندنسر ده علشان خاطر احافظ على الكمية المية الموجودة عندي، وان الوقت التفاعل يخلص في وقت كويس. طبعا بما اني في بويلينج، فاوعى تنسى اضافة البويلينج ستونز. ليه بضيف البويلينج ستونز؟ لاني
البويلنج ستونز بتمنع البامبنج، وبالتالي ده بيكون افضل. الحاجة الاخيرة انه هكمل تسخين بقى ريفلوكس لمدة نص ساعة، بعد ما تخلص النص ساعة ابدأ ابرده لحد ما يوصل لروم تمبريتشر. بأكد على حاجة انه هبدأ احسب النص ساعة من امتى، ده ريفلوكس، فهبدأ احسب النص ساعة من اول ما الاقي الريفلوكس اشتغل. يعني ايه ريفلوكس اشتغل؟ يعني يكون المية اللي هنا بدأت تغلي واتكثفت فوق، وبشوف بعينيا نقط بدأت تنزل. اول ما الاقي اول نقطة بتنزل كده اعرف ابدأ احسب النص ساعة بتاعتك. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده لازم اعمل كولينج كويس، الفلاسكة تكون باردة، واحطها جوه ايس باص، وابدأ اضيف 20% صوديوم هيدروكسيد عشان اعمل نيوتراليزيشن. خلاص التفاعل تم، لكن البارابرومو انيلين لسه دايب، فانا عايز ارسبه. برسبه ازاي؟ باستخدام 20% صوديوم هيدروكسيد. During the addition of sodium hydroxide solution, the mixture will get hot and should be well stirred. زي ما انتم عارفين التفاعل ما بين الصوديوم هيدروكسيد اللي انا بضيفه وال HCl اللي انا موجود من الاول ده تفاعل اكزوثيرميك، طارد للحرارة، وانا عايز الفلاسكة تكون باردة عشان كل البارابرومو أنيلين يرسب. وزي ما انتم عارفين بنقولها كل مرة انه الحرارة بتتناسب طرديا، الذوبان بيتناسب طرديا مع درجة الحرارة، فانا عايز اخلي الحرارة قليلة علشان خاطر البرودكت يكون مرسب. علشان كده انا لازم ابرد اثناء الاضافة، مش بس ابرد قبل ما اضيف صوديوم هيدروكسيد، لكن وانا بضيف صوديوم هيدروكسيد لازم ابرد. بعد كده اعمل كولنج للمرة الاخيرة، ثم بعد كده اعمل فلتريشن واعمل ووشنج بالماء. نوتس مهمة في السكشن دو. اول سؤال او اول نوت، ليه انا بضيف صوديوم هيدروكسيد؟ الاجابه تو لايبريت انيلين او بارابرومو انيلين، يعني هم مجموعه ال NH2 from ال HCl salt. وكماله الاجابه تو بريسيبتيت ذا برودكت علشان يرسب، علشان احصل عليه بصوره سوليد. ده هدفي من اضافه الصوديوم هيدروكسيد. طيب سؤال تاني بيقول ليه انا بستخدم ريفلكس، ليه بستخدم عمليه الريفلكس مش ليه انا بسخن؟ زي ما قلنا ريفلكس مهم علشان يمنع loss of solvent by volatilization، بدل ما الاقي انه المياه اتبخرت كلها ولسه النص ساعة ما خلصتش، ولو لقيت ان المياه قلت هضطر اضيف مياه تاني، فالمياه اللي هضيفها هتكون باردة فهحتاج وقت اطول. فالهدف التاني للرفلكس اني complete the reaction within a suitable time span. سؤال تاني، الكونك اتش سي ال ليه بضيفه portion wise على المياه؟ طبعا زي ما انتم عارفين انه اتش سي ال كونك مع مياه ممكن يعمل يعني اكسبلوجن صغير كده ويطلع ابخره من الكلورين، فده من ال HCl، فده مش حلو، فانا بفضل ان انا اضيف ال HCl portion wise. وكده يا شباب نكون خلصنا سيكشن. شكرا ليكم، ولو في اي استفسارات او اي مشكله انا معاكم. لو في حاجه محتاجه شرح او فهم ممكن نشرحها مع بعض، مفيش اي مشاكل. بالتوفيق لكل حد فيكم.